استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والأثار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي السيدة أودري أوزلاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، ووفدا من منظمة اليونسكو، وذلك للمشاركة في حفل الافتتاح المقام بمناسبة استضافة المملكة ورئاستها لأعمال الدورة 42 لاجتماع لجنة التراث العالمي التي تعقد برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى وبمشاركة 2000 خبير من مجال التراث الثقافي والطبيعي. رحب جلالة الملك المفدى بضيوف البلاد معربا عن اعتزاز البحرين باستضافة هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال التراث العالمي. أكد جلالته بأن احتضان المملكة لهذا الاجتماع الهام يأتي في إطار جهودها العالمية لمد جسور التواصل مع كافة الثقافات وفتح أفاق التبادل المعرفي بين شعوب جميع الشعوب في ظل ما تحظى به البحرين من مكانة متميزة على خارطة الثقافة العالمية وما تملكه من حضارة عريقة وصروح تاريخية وتراث قائم على التمسك بقيم التسامح والانفتاح على مختلف الحضارات الإنسانية. نوه جلالته خلال اللقاء بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون بين البحرين ومنظمة اليونسكو في الجوانب الثقافية والتعليمية والتربوية والتراثية، مؤكدا دعم المملكة المتواصل لجهود المنظمة ومبادراتها وأنشطتها الإنسانية وما تمتلكه المملكة من جوانب حضارية وثقافية. ومملكة البحرين هي من الدول التي اشتهرت باللؤلؤ الطبيعي الذي يعتبر الأفضل والأنقى في العالم. أشاد جلالته بالجهود الدؤوبة التي تقوم بها هيئة البحرين للثقافة والأثار في المحافظة على تاريخ البحرين وتراثها العريق، منوها بالجهود الطيبة التي قامت بها الهيئة مؤخرا وأسفرت عن تسجيل موقع قلعة البحرين وموقع طريق اللؤلؤ على قائمة التراث العالمي. أعرب جلالته عن خالص تمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح في أعمال الدورة 42 لاجتماع لجنة التراث العالمي وطيب الإقامة في مملكة البحرين التي ستتيح لهم فرصة الاطلاع على معالمها التاريخية والثقافية وزيارة متاحف فيها ومواقعها التراثية. من جانبها أعربت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو والمشاركين في اجتماع لجنة التراث العالمي عن بالغ الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى على ما لقوه من ترحيب وحفاء ومشيدين بدور البحرين وبجهودها في خدمة التراث العالمي والمحافظة عليه وبالإنجازات الرائدة التي حققتها في المجال الثقافي والتراثي بما تتميز به من معالم تاريخية رائدة. بعد ذلك شاهد جلالة الملك بعد ذلك شاهد جلالة الملك المفدى وضيوف البلاد المشاركين في اجتماع لجنة التراث العالمي عرضا للخيل العربية البحرينية الأصيلة التي تتميز بجمالها وعراقتها وجودتها وتشتهر بنقاوة سلالتها وقوة تحملها التي تجعلها تتصدر المراكز الأولى في السباقات، حيث تعد مملكة البحرين من الدول التي تمتلك أفضل المرابط للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في المنظمة العالمية للجواد العربي. كانت مملكة البحرين قد فازت برئاسة لجنة التراث العالمي العام الماضي والتي تضم في عضويتها 21 دولة.